قدرنا احنا نجمع عدد هائل من النساء، تقريبا 80 امرأة عراقية متضررة من الحروب اللي عانى منها العراق، بين انه تكون أرملة او تكون ابنة شهيد، ونحاول انه احنا خلال هذا المشروع ننمي قدراتهم، نعزز ثقتهم بنفسهم، نحاول نبني بداخلهم الايمان انه هم ممكن يكونون نساء ناجحات، سواء موظفات ناجحات، سواء كانوا اصحاب مشاريع صغيرة ناجحة. فهذا هذه الورش بناء القدرات، طبعا المشروع راح يستمر سنة كاملة ان شاء الله، من خلاله راح تكون ورش عندنا شهريا مع هاي النساء. فاحنا 8 مدربات من العراق و8 مدربات من واشنطن، ولكن هم من اصول عربيه واغلبهم عراقيات. بعد هذه السنه ان شاء الله راح يكون النتاج انه هاي النساء راح يكونون قادرات ان هم يسوون اما يكون مشروع صغير او تكون موظفه ناجحه، نعلمها شلون تكتب سيرتها الذاتيه، شلون تقدم على وظيفه، شلون تطور مهاراتها اللي هي تتطلبها هاي الوظيفه. اغلب الوظائف هسه سواء كانت مؤسسات حكوميه، مؤسسات غير حكومية، منظمات مجتمع دولي أو الشركات الأجنبية تتطلب مهارات يعني، وما أشوف النساء العراقيات هم غير قادرات على اكتساب هاي المهارات.